أهلا بكم في هذه الساعة الإخبارية، والبداية بالعناوين. قتلى وجرحى بغارات روسية استهدفت محيط مدينة إدلب، والدفاع المدني يقول إن التصعيد الروسي مستمر في شمال غرب سوريا لليوم الثالث على التوالي. عقوبات أمريكية تستهدف سوريين متورطين بتجارة الكبتاجون، من بينهم شخصيات مقربة من ماهر الأسد. صحيفة بوليتيكو تكشف عن مساع إيطالية لتغيير استراتيجية الاتحاد الأوروبي بشأن النظام السوري، وتقول إن الهدف ترحيل اللاجئين. أفاد الدفاع المدني بارتفاع حصيلة ضحايا المجزرة التي ارتكبتها الطائرات الحربية الروسية باستهدافها على أطراف مدينة إدلب إلى 6 قتلى مدنيين بينهم طفل. وذكر الدفاع المدني أن القصف أسفر عن إصابة 37 آخرين بينهم 14 طفلا بجروح منها خطيرة في حصيلة قابلة للارتفاع، مع استمرار عمليات البحث والإنقاذ وانتشال العالقين تحت الأنقاض في المكان. تم استهدافه منذ قليل بغارتين قويتين، والآن هذا ورصد مراسلنا إبراهيم السويد اللحظات الأولى للقصف الجوي الروسي. إذن غارات جوية روسية تستهدف محيط مدينة إدلب و قرية عين شيب هنا خلفي أيضا، بالإضافة إلى غارات أخرى استهدفت بالقرب من محيط معرض مصرين. طبعا في هذه اللحظات الأولى هناك بحسب ما علمنا الآن هناك جرحى لدى يعني من المدنيين نتيجة هذا الاستهداف للطائرات الحربية. هنا أحد المصابين. إسعاف؟ هذا كان بالضرب يا شباب، إسعاف الشباب هونيك، ما بعرف هذا كان بالضرب جوا، ما بعرف والله ما بعرف. ضرب المنشرة؟ ايه كلها هونيك، كلها ضرب المنشرة كلياتها. مين في جوا؟ مين في جوا؟ مين صار؟ مليان في اكثر من 70 عامل جوا. 70 عامل؟ اكثر من 70 عامل. هاي خذوا على المشفى، خذوا على المشفى. هذا ما بعرف شو هلا ياخذوا على المستشفى. شو ابو احمد ايش وضعكم انتم؟ السلام عليكم. سلام ورحمة الله. في شيء؟ لا اطلعوا وراي، اطلعوا وراي على المستشفى. ما في شيء، لا الحمد لله. هذا اطلعوا على المستشفى. لا لا ما في. الحمد لله على السلامة يا شباب. ايش في ضحايا وشهداء جوا؟ على الاغلب في، لانه نحن طلعنا قبل ما يعني اول العالم طلعنا، عرفت كيف؟ فنزلت الصبيه كلها فوق بعضها، كل قسم عن قسم انعزل. طيب خوي معروف كم عامل في مثلا في في بحدود ال 50 عامل يعني. طيب بحدود 50 طيب. عامل. اذا كما نشاهد فرق الاسعاف التابعه للدفاع المدني في هذه اللحظات تحاول الوصول الى العالقين تحت الانقاض، وهناك ايضا ثلاث طائرات حربيه روسيه بحسب ما يخبرنا الان احد المراصد العسكريه ايضا هي في المنطقه، طائرات الاستطلاع ايضا تحلق في هذا المكان. هناك تخوف من الاهالي من ان تعود هذه الطائرات الحربيه لتستهدف مواقع جديده داخل مدينه ادلب او حتى في محيط المدينه. ابراهيم السويد، تلفزيون سوريا، مدينه ادلب. كما نتابع هذه المشاهد لعمليات البحث والوصول إلى عالقين من تحت الأنقاض بالضربات الجوية الروسية على محيط إدلب. Thank you.
شباب جيبوا لنا الدسك. نتابع هذه المشاهد التي وصلتنا قبل قليل للحظات الأولى لإسعاف الجرحى والعالقين تحت الأنقاض إثر قصف الطيران الروسي لمزارع ومنشآت صناعية بمحيط إدلب. أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن قصف قوات النظام العشوائي على محافظة إدلب يؤدي إلى نشر الذعر بين المدنيين ويدفعهم نحو التشريد القسري. وقالت الشبكة أن النظام ارتكب بشكل لا يقبل التشكيك خرقا لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بوقف الهجمات العشوائية والقانون الدولي الإنساني المتعلقة بالتمييز بين المدنيين والمقاتلين. وأضافت أن ذلك يؤدي إلى نشر الذعر بين المدنيين واقتلاعهم من أرضهم وديارهم ودفعهم نحو التشريد القسري، إذ يقدر عدد المشردين داخليا بنحو 6,500,000 مواطن سوري. يلا طيف يلا في استطلاع بتجوها
يلا طيف في استطلاع بالجوها يا سيدي وصل هلا يلا طيف في استطلاع بالجوها يا سيدي وصل أكد فريق منسق الاستجابة أن منطقة شمال غرب سوريا تعرضت لنحو 3000 هجوم من قبل قوات النظام وحلفائه منذ بداية العام الحالي، ما أسفر عن سقوط مئات القتلى والجرحى من المدنيين. وأشار الفريق في بيان إلى تعرض المنطقة خلال اليومين الماضيين لأكثر من 35 غارة جوية روسية استهدفت مناطق حيوية بما في ذلك محيط مخيمات النازحين ومحطة كهرباء وأحياء سكنية. وبحسب الفريق فإن عدد الاستهدافات من قوات النظام وروسيا وإيران منذ بداية العام تجاوز 2877. ينضم إلينا مراسلين من جسر الشغور منير الحاجي من دارة عزة إبراهيم الخطيب وأحمد أمين من إدلب. مرحبا بكم إذن مراسلين. أبدأ معك أحمد عن التصعيد الأخير في الساعات الأخيرة كذلك عن هذه المنطقة، حدثنا كيف هي الصورة الآن؟ نعم يرى، يعني اليوم كان هناك العديد من الغارات والاستهدافات التي طالت المناطق كثيرة في إدلب بالطائرات الحربية الروسية، واليوم الثالث على التوالي التي تستهدف الطائرات منطقة إدلب وشمال غرب سوريا. التركيز اليوم كان على محيط مدينة إدلب منطقة عين شيب، كان لها النصيب الأكبر من الغارات. الأماكن التي تم استهدافها هي منشآت تجارية لأهالي المنطقة، مناشر حجر ومناشر خشب، عدد كبير من العمال كان ضمن هذه المناشر، لذلك كان هناك عدد إصابات كبير جدا من العمال الذين كانوا يعملون في هذه المناطق. كحصيلة غير نهائية هناك 6 قتلى و 34 جريح حسب ما قال الدفاع المدني منذ قليل بهذه الإحصائية، طبعا هي ليست نهائية. بالعموم يعني يرى مناطق جبل الزاوية أيضا ومناطق يعني جوزيف وبلدات جوزيف ومحيط بلدة شنان وغيرها من القرى والبلدات التي تقع في الريف الشرقي تم استهدافها من قبل القوات الروسية بالطائرات الحربية الروسية. 3 أيام من التصعيد لهذه الطائرات التي استهدفت جغرافيا واسعة في المنطقة من محيط مدينة إدلب ومحيط مدينة معارف مصرين وعدد من القرى والبلدات الأخرى في جبل الزاوية ومناطق ريف اللاذقية. وحتى هذه اللحظة يعني هناك استنفار من فرق الدفاع المدني يعني خشية أن يكون هذا التصعيد مستمر ولوقت أطول في الأيام القادمة. 3 أيام هذه المرة الأولى التي يعني الطائرات الروسية تستهدف في 3 أيام المنطقة، يعني قبل 3 أشهر كان لها استهداف في يوم واحد لعدد من الغارات لإحداثيات في مناطق زراعية وأحراش وأراضي جبلية، لكن اليوم
عادة للاستهداف لهذه المنشآت، خاصة أننا نتحدث أيضا عن استهداف لمحطة الكهرباء في منطقة طريف إدلب الغربي، وهي منطقة أيضا حيوية واستراتيجية. يعني روسيا تستهدف اليوم البنى التحتية في المنطقة وأيضا مشاريع تجارية للأهالي في المدينة. للعلم أيضا يعني يرى منطقة إدلب أو مدينة إدلب بالتحديد هي المدينة الأكثر اكتظاظا بالسكان في كل مناطق شمال غرب سوريا، وبالتالي يعني هذه الغارات سببت حالة رعب كبيرة. أيضا يعني أصوات الانفجارات والأماكن التي كنا بها قبل عند التغطية في ساعات الاستهداف، يعني شاهدنا دمار كبير وأيضا حفر كبيرة عملت عليها الطائرات التي استهدفت بصواريخ شديدة الانفجار المنطقة. أيضا مراصد المعارضة تحدثت خلال الأيام الماضية عن طائرات القطاع رصد الأهداف وإعطائها للطائرات الحربية الروسية. طيب أحمد، اسمح لي أن أنتقل لإدارة عزة مع إبراهيم الخطيب. إبراهيم، كيف هي الصورة لديك أنت أيضا؟ كيف هي الأجواء الآن؟ هل هناك سماع لأي طيران روسي؟ نعم، مساء الخير. ربما المشهد اليوم في ريف حلب أقل سخونة من المشهد في منطقة إدلب، لكن على مدار الأيام الماضية والبارحة تحديدا كانت حبة القصف المدفعي هي الأعنف على المنطقة بشكل رئيس. طلب قذائف المدفعية منذ ساعات الليل حتى ساعات الصباح، وصل حتى الساعة الثانية ظهرا اليوم. ربما كانت حدة العمليات الاستهداف أعنف على مناطق ريف حلب الغربي. مدينة الأثارب بشكل أساسي تعرضت لقصف مدفعي مصدره قوات النظام المتمركزة في المنطقة المحيطة بفور 46 منطقة عنجارة بشكل رئيس، وأيضا بصرطون هي من المناطق التي يتم من خلالها قصف المناطق القريبة من خطوط التماس في ريف حلب الغربي. القصف المتعاقب على مدينة الأثارب أدى إلى مقتل مدني وإصابة 8 آخرين. هذا القصف ببدء الأمر كان على وسط المدينة، خرج الأهالي ليتفقدوا أماكن القصف لتبدأ القذائف المدفعية بالتساقط على أماكن وجودهم، ما أدى إلى وجود كما ذكرت حصيلة من الضحايا والإصابات الخطيرة. إضافة حقيقة إلى قصف أيضا تعرضت له مدينة دارة عزة في ريف حلب الغربي، منطقة قاد، أطراف الأبزمو والسحارة، وصولا حتى تديل، كفر عمة وكفر تعال، القصر والوسط على أطراف مدينة الأثارب، وصولا حتى كفر نوران. وبالجهة القريبة أيضا التي باتت مع ريف حلب الغربي تعتبر منطقة واحدة، معارة النعسان في ريف إدلب الشرقي، وصولا حتى ثرمين حتى النيرب. هذا المحور هو محور محاذي لخطوط التماس، ويتم قصفه من ذات المناطق التي تتواجد فيها قوات النظام في 1046 تلة كفر حلب ميزناز ومنطقة بسرطون، التي تعرضت جميعها لقصف مدفعي أيضا من قبل الفصائل الموجودة في المنطقة، فصائل عمليات الفتح المبين التي كانت ترد البارحة واليوم على عمليات الاستهداف التي كانت تطال قرى وبلدات ريف حلب الغربي بشكل رئيس. حقيقة انعكس هذا القصف بشكل سريع على الواقع الإنساني والمعيشي، وأيضا انعكس حتى على حركة النزوح التي بدأت تشهدها هذه المناطق القريبة من خطوط التماس بشكل رئيسي. اليوم نتحدث عن منطقة سرمين في ريف إدلب الشرقي، أتحدث عنها كونها باتت مع ريف حلب الغربي كما ذكرت، هي منطقة متماسكة، منطقة سرمين والنيرب هناك حركة نزوح ملحوظة، إضافة إلى مدينة الأثارب في ريف حلب الغربي، بلدة كفر نوران، وأيضا دارة عزة، منطقة الأبزم وغيرها. حقيقة انتقاد من مناطق كانت ربما خلال الفترة الماضية تتعرض أطرافها للقصف، لكن لم يطل ربما وسط البلدة أو المدينة قصف مدفعي أو بالراتمات، مركز على غرار ما يجري حاليا منذ أسبوع تقريبا. إضافة حقيقة إلى نشاط ملحوظ حاليا منذ أسبوع على محاور ريف حلب الغربي بشكل رئيس وإدلب الشرقي لتعزيزات ما زال النظام يزود فيها في المنطقة بشكل رئيس. هناك البارحة واليوم كان هناك بعض المقاطع الفيديو بثها إعلام النظام تظهر تركز أرتيل عسكرية للنظام في منطقة الشيخ علي القريبة من الفور 46، أيضا كفرناها خال العسل، وباتجاه منطقة الزربة وصولا حتى مفرق سراقب. هذه المنطقة بالعموم وجدت فيها تعزيزات لقوات النظام وفق ما أظهره مظهرته مقاطع فيديو بثها إعلام النظام، إضافة إلى وجود تعزيزات عسكرية أيضا للنظام الفرق 25 بشكل رئيس وصلت إلى منطقة الرفعت، وهذه المنطقة أيضا مع مدينة دارة عزة وغيرها تعتبر منطقة متماسكة، منطقة مطار منغ العسكري بشكل رئيس تتواجد فيه حاليا هذه التعزيزات بشكل رئيس. لو انتقلنا أيضا بشكل سريع جدا لعمليات القصف أيضا التي طالت ريف حلب من الجهة الأخرى، ريف حلب الشرقي بشكل رئيس، اليوم كان هناك قصف تعرضت له إحدى القرى
في منطقة طرابلس بريف حلب الشرقي، مصدره قوات سوريا الديمقراطية، قصد ما أدى إلى وجود أيضا إصابات بين الطلاب، طلاب مدرسة ومعلمون. خلال الوقت الدوام المدرسي تعرضت هذه المنطقة للقصف المدفعي من مناطق مشتركة بين قوات سوريا الديمقراطية قسد وقوات أيضا في ريف حلب الشرق. كما ذكرت المشهد في المنطقة يشهد تصعيدا، لكن أخف ربما سخونة من المشهد في منطقة إدلب التي حاليا منذ ثلاث أيام تقريبا هناك تواجد للطائرات الحربية الروسية التي تقصف المنطقة بشكل مستمر. طيب أنتقل لجسر الشغور مع منير الحاجي. منير، ماذا عن الصورة لديك أنت كذلك؟ يعني هل الوضع مشابه لكل النقاط في إدلب في جسر الشغور؟ صحيح يا ريان، ريف إدلب الغربي مشابه تماما للوضع، وخاصة من ناحية الغارات الجوية التي تشنها الطائرات الحربية الروسية لليوم الثالث على التوالي، وتدخل أو تدخل مناطق جديدة حيز التصعيد والاستهداف. اليوم نتحدث عن استهداف منطقة لم تكن تقصف من قبل، منطقة أطراف قرية الحسينية أو ما تعرف هنا باللهجة المحلية قرية شندريش، وأيضا أطراف أرملة، بالإضافة إلى يعني قصف أيضا بالطائرات الحربية الروسية بشكل يومي لتلال الكبينة الاستراتيجية. اليوم نتحدث عن خمس غارات متتالية خلال ساعات ما بعد الظهيرة، وأيضا غارتين قبل قليل شنتها أيضا الطائرة الحربية الروسية. أي هذا بالنسبة للتصعيد الجوي، يعني بشكل يومي هو في يعني مستمر في أجواء المنطقة في ريف إدلب الغربي. لكن التصعيد الأبرز عبر سلاح الجو الروسي كان يعني يوم أمس، وتحديدا لاستهداف محطة المياه أو عفوا محطة الكهرباء، محطة الكيلاني في منطقة عين الزرقاء أيضا في ريف إدلب الغربي، والتي هي المسؤولة عن تغذية أو توريد الكهرباء لمحطة المياه مياه عين الزرقاء، والتي بدورها تضخ المياه إلى عدد كبير من القرى والبلدات في سهل الروج، أكثر من 17 قرية وبلدة، بالإضافة إلى عدد كبير من المزارع ويعني المناطق التي كانت تستفيد من مياه الري التي تضخها هذه المحطة باتجاه سد باتجاه منطقة الروج وأيضا سد البالعة. بالتالي اليوم عند خروج هذه المحطة عن الخدمة يعني توقفت مضاخة المياه، وأيضا توقفت خدمة المياه عن هذه القرى والبلدات، لا سيما مياه الشرب، بالإضافة إلى المياه التي يستخدمها الأهالي في الزراعة، وهذا الأمر أيضا يقوض الحالة المعيشية لدى الأهالي. بالعودة إلى يعني جانب التصعيد، يعني المدفعي أيضا كان له يعني دور كبير في الاستهداف اليوم، خاصة في ريف إدلب الغربي. وتحدث اليوم عن قذيفة سقطت على المدخل الجنوبي لمدينة جسر الشغور، وأيضا هي يعني جديدة نوعا ما، كون أن المدينة يعني لم تكن تقصف خلال الأيام القليلة الماضية، وبالتالي يعني هذه القذيفة تسببت بحالة من الهلع والخوف لدى الأهالي، يعني رغم أنها لم تسفر عن خسائر يعني مادية أو بشرية، إنما جاءت على الأطراف الجنوبية للمدينة، لكنها بالفعل يعني بدأت يعني تثير القلق لدى الأهالي الذين يعني بدأوا بشكل نزوح ولو جزئي من هذه البلدة كسائر المناطق. لكن ربما النزوح الأكبر كان خلال الأيام الماضية في ريف حلب الغربي، وخاصة عندما كان الحديث عن معركة مرتقبة في تلك المنطقة. لكن اليوم مع بداية حملة التصعيد من قبل الطائرات الحربية الروسية ومدفعية النظام، اليوم تحدث عن حركة نزوح في كل مكان، وهذا ما يعني نوهت إليه يعني منسق الاستجابة في بيانها الأخير، وقالت بأنها يعني ترصد حركة نزوح جزئية من هذه المدن والبلدات، وأنها تحذر من أن المنطقة لم تعد تستوعب يعني حقيقة يعني مخيمات جديدة على الحدود السورية التركية، لا سيما أننا نتحدث عن مناطق كبيرة ومناطق قريبة من الحدود ومناطق لم تكن تقصف من قبل، اليوم تستهدفها الطائرات الحربية الروسية. إنه ليس هنالك منطقة آمنة يذهب إليها يعني الأهالي خلال حملة التصعيد الأخيرة هذه. نعم منير، أنتقل إلى نائب مدير الدفاع المدني للشؤون الإنسانية من إدلب، كذلك ينضم إلينا منير مصطفى. مرحبا بك سيد منير معنا. استمعنا لكلام المراسلين وشاهدنا الصور وما زلنا نشاهدها الآن على الشاشة لضحايا القصف الروسي في الأيام الأخيرة وفي الساعات الأخيرة اليوم الذي زاد فيها التصعيد. كيف تراقبون ما يحصل أنتم في الدفاع المدني في حال استمرار القصف بما هو عليه؟ إلى أين تتجه المنطقة؟ نعم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. في الحقيقة لا زالت عمليات البحث والإنقاذ جارية
حتى هذه اللحظة في منطقة الاستهداف الأخير في المنطقة القريبة من مدينة إدلب. حتى الآن تم انتشال 25 مصاب، 5 جثث تم سحبهم، ولا زال هناك مفقودين. جاري عملية البحث ومتابعة عمليات البحث والإنقاذ، نسأل الله أن يكونوا بأمان وسلامة. الحقيقة يعني منذ أسبوع تقريبا حتى الآن هناك تصعيد خطير للطيران الروسي، هناك يعني قصف كل يوم في مكان في مناطق شمال غرب سوريا وخاصة في منطقة إدلب وريف إدلب. تم استهداف البارحة منطقة في بالقرب من عين الزرقاء، طبعا محطة لتغذية الكهرباء لمحطة ضخ المياه التي تستخدم لضخ المياه باتجاه مدينة إدلب. هذه المحطة محطة يعني جدا مهمة لكافة سكان المدينة. اليوم تم استهداف معمل، اليوم هذا المعمل يضم أكثر من 60 عامل. هؤلاء العمال الحقيقة هم يعملون في معمل المفروشات، معمل فورميغا. هذا المعمل هو مدنيين بالكامل، لا يوجد أي مظهر من مظاهر العسكرية، وهذا تطور خطير بقصف مثل هذه المعامل التي تضم عدد كبير من العمال يقومون بعملهم من أجل كسب قوت يومهم. الحقيقة هذا التصعيد وهذا التطور باستخدام السلاح الروسي وقصف منشآت حيوية مثل ما حصل البارحة، وقصف معامل أيضا هي منشآت تعتبر منشآت تدر دخل اقتصادي للمدنيين، وهي أيضا منشآت حيوية بمنتجاتها، يعني تقدم منتجاتها لكامل مناطق إدلب. هذا تطور خطير، لا نعلم مدى يعني استمرار هذه الحالة من القصف، مدى امتداد هذه الحالة من القصف، مدى امتداد هذه الحالة من الاستهدافات. لا يوجد شيء محرم للأسف على الطيران الروسي، هو يستهدف كل مكان، وهذا ما يزيد قلق الدفاع المدني ويعمل لاتخاذ إجراءات من أجل الاستجابة لهذه العمليات. طب سيد منير، إلى أي حد اليوم يستطيع الدفاع المدني استيعاب هذه الأزمة في حال استمرارها؟ نعم، في الحقيقة فرق الدفاع المدني إن شاء الله هي موزعة على كامل مناطق شمال غرب سوريا، هي مجهزة بكابات البحث والإنقاذ، بسيارات الإسعاف، مجهزة أيضا بسيارات الإطفاء، قادرة للاستجابة لأي عملية قد تحصل في أي منطقة في شمال غرب سوريا بالكامل. ولكن هذا التطور بغض النظر عن قدرة الدفاع المدني للاستجابة وقدرة الدفاع المدني على سحب العالقين في أي مكان، ولكن هذه الاستهدافات هي جريمة حرب جديدة تضاف باسم القوات الروسية الرديفة لقوات نظام الأسد بارتكاب مجازر بحق المدنيين في شمال غرب سوريا. الدفاع المدني يعني يستطيع أن يستجيب لأي ضربة في أي مكان، يستطيع أن يؤازر الفرق العاملة في المكان المستهدف، يستطيع أن يقدم خدمات ويسحب العالقين تحت الأنقاض إن شاء الله بأسرع وقت ممكن، ويقدم خدمة للمدنيين بشكل كامل. ولكن المهم أن تقف هذه الهجمات، أن لا يضطر الدفاع المدني أن يقدم مثل هذه الخدمة إلا في الحالات الطبيعية وليس في حالات القصف وارتكاب المجازر كما يحصل الآن في مدينة إدلب. طيب أنتقل إلى إدلب، أو أبقى في إدلب مع أحمد أمين. أحمد، يعني ماذا يحكي الأهالي؟ إلى أين سيتجهون في حال استمرار القصف كما هو عليه؟ هل هناك منطقة بعيدة عن مرمى الطيران الروسي؟ يعني الحقيقة يا رب بدأت حركة النزوح في المنطقة، وشهدنا يعني حركات نزوح من قبل الأهالي لبناء المناطق التي بالأصل كانت تتعرض لاستهدافات دفاعية، وهذه مناطق قريبة من مواقع قوات النظام وتطالها القذائف المدفعية. لكن بشكل عام يعني الطائرات الروسية اليوم من مناطق جبل الزاوية وصولا إلى باب الهوى لا يمكن أو لا يوجد أي منطقة آمنة من استهدافات الطائرات الحربية الروسية، وشهدنا يعني خلال الفترات الماضية استهداف بالعمق في مناطق معرف مصرين، مناطق الشيخ بحر، وحتى مناطق محيط مدينة إدلب، وأيضا مناطق أقرب إلى الحدود مع تركيا، وبالتالي لا يوجد مكان آمن. لذلك حديث الأهالي، وهذا يعني ما أردت الحديث عنه في منطقة إدلب، أنها الأكثر اكتظاظا بالسكان، وأن الغارة التي حصلت اليوم عادت للأذهان. الحقيقة يرى كيف كانت يعني مجازر الطائرات الحربية الروسية بحق السوريين في مناطق شاسعة، إن كان في معرة النعمان وسراقب وغيرها، وبالتالي هناك تخوف واضح من هذا التصعيد، خاصة أنه
يعني يستمر لليوم الثالث على التوالي بهجمات شرسة، إسراب من الطائرات كانت موجودة في الأيام الثلاثة الماضية، وحتى يعني الطائرات كانت مشاهدة بالعين للأهالي، طائرتان كانتا في أجواء المنطقة البارحة واليوم يستهدفان الأماكن التي تم استهدافها والحفر الحقيقة التي يعني شاهدتها اليوم في المكان المستهدف هي المرة الأولى التي يشاهد يعني عمق في هذه المناطق، عمق الحفرة تقريبا حوالي 3 أمتار أو يعني أو أكثر نتيجة الانفجارات الهائلة التي حدثت في المنطقة، وحتى يعني في مناطق إدلب الكثير من الأهالي يعني شعر بحجم الانفجار والصوت القوي الذي خلفته استهدافات الطائرات الحربية الروسية اليوم. هذه الاستهدافات تعيد للأذهان عام 2019 عندما كانت المنطقة غير آمنة، لا يمكن بأي مكان في شمال غرب طيب. سوريا أن يكون آمن من الطائرات الحربية الروسية، وبالتالي هذا ما تحدث عنه اليوم فريق منسقو الاستجابة في سوريا، تحدثوا عن حركات النزوح التي تحصل وتحدثوا عن ضرورة الاستجابة طيب الإنسانية للأهالي الموجودين في منطقة شمال غرب سوريا. نعم، أعود لدارة عزة مع إبراهيم. إبراهيم، يعني لابد أن نسأل هنا عن دور الفصائل ودور المجموعات المسلحة التابعة للمعارضة في هذه النقاط، هل ستقوم بأي خطة دفاعية في الأيام القادمة؟ نعم، خلال الفترة الماضية التقينا بغرفة عمليات الفتح المبين للحديث عن عمليات الاستهداف التي تجري للمنطقة بالطائرات المسيرة الملغمة. قالوا بأن النظام ربما يرفع وتيرة عمليات الاستهداف للوصول للطائرات المسيرة الملغمة قبل حاليا التدخل الروسي ووجود الطائرات الحربية، وقالوا بأنهم بمقابل ذلك يقومون بما يصفونه بالعمليات النوعية كعمل مضاد يتم من خلاله بشكل مستمر إرباك النظام على المحاور بشكل دائم، إضافة إلى إخفاء خسائر ومحاولة ربما إيجاد كفة ميزان مقابلة لعمليات الاستهداف التي تطال المنطقة، أيضا مناطق ريف حلب الغربي، مناطق ريف إدلب الشرقي، وحتى جبل الزاوية ومنطقة ريف اللاذقية وريف حما الشمالي والغربي. هذه المنطقة التي كانت نوعا ما قواعد الاشتباك تطالها بشكل أساسي، مناطق القريبة من خطوط التماس. أيضا عمليات القصف، البارحة كان هناك رد استمر منذ الساعة تقريبا 11 حتى الساعة 4 من فجر هذا اليوم على مناطق أو على النقاط التي يتخذها النظام نقاط لإطلاق الصواريخ وأيضا قذائف المدفعية على ريف حلب الغربي بشكل رئيسي. تحدثنا عن أخوة 46، بلدة بصرطون، عنجارة، وأيضا منطقة كفر حلب. هذه المناطق بشكل أساسي خالية من السكان ويتخذها النظام حاليا نقاط عسكرية ومقرات يقوم من خلالها بقصف ريف حلب الغربي وريف إدلب الشرقي، وتقوم الفصائل حاليا بعمليات استهداف وقصف للنقاط التي تخرج منها هذه القذائف بشكل مستمر، وأيضا عمليات ربما الاستهداف التي تطال المنطقة بالصواريخ الموجهة وحتى بنوعا ما بالطائرات المسيرة الملغمة. هذا حاليا ربما هو الدور الذي تقوم به الفصائل كرد على عمليات الاستهداف التي تطال المنطقة بشكل رئيسي. نعم، أختم أيضا مع منير الحاجي. منير، فيما يتعلق بالقوات كذلك في المنطقة الأخرى من إدلب، هل هناك أي استعدادات من طرفها أو تعزيزات أو تأهب لما قد يحصل في حال كان هناك تصعيد روسي؟ نعم يا يعني الفصائل دائما ما تقول بأنها في حالة رفع جاهزية تامة للتعامل مع كافة السيناريوهات التي قد يفرضها الواقع الميداني والواقع السياسي أيضا، وهذا ما أكده القادة الميدانيون في غرفة عمليات الفتح المبين لنا بشكل مباشر خلال الفترة الماضية، خلال فترة التصعيد الماضية. لكن يعني قالوا بأن الردود تتنوع، يعني كما تحدث الزميل إبراهيم، يعني هنالك ردود الرد المباشر على مصادر المدفعية والنيران كما يحدث هذا بشكل يومي. يعني اليوم رصدنا رد من قبل فصائل المعارضة وأعلنت عنه أيضا غرفة عمليات الفتح المبين في الرد المباشر على يعني معسكر جورين، وهو المعسكر الأكبر لقوات النظام الذي قصف اليوم مدخل مدينة جسر الشغور وعدد من القرى والبلدات.
في سهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي، بالإضافة إلى يعني قرية مرعند أيضا في ريف إدلب الغربي. ردت فصائل المعارضة بشكل مباشر على مصادر المدفعية والنيران، لكن الطائرات الحربية الروسية لا تستطيع يعني فصائل المعارضة إسقاط هذه الطائرات، وبالتالي تقوم بالرد بخيارات أخرى. من ضمن هذه الخيارات هي وعلى الدرجة الأولى هي العمليات النوعية أو الإغارات إن صح تسميتها، والتي يعني كانت نشطة خلال الفترة الماضية في ريف حلب الغربي وأيضا في جبهة الساحل، عدة غارات شاهدناها خلال الفترة الماضية. هذه الغارات تستهدف الخطوط الأمامية وتدمر الدشمة الأمامية وتشتبك من المسافة صفر مع قوات النظام، وتعتبر بمثابة رد على خروقات النظام المتكررة كما تتحدث يعني فصائل المعارضة. اليوم نتحدث عن الآراء على مستوى حكومة الإنقاذ، يعني يوم أمس أصدرت بيان يرى حكومة الإنقاذ طالبت فيه يعني غرفة عمليات الفتح المبين بشكل مباشر في يعني اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المدنيين، اتخاذ التدابير اللازمة للرد على مصادر مدفعية النظام والنيران، وأيضا على الغارات التي تشنها الطائرات الحربية الروسية. يعني الغارات يعني يرى هي تتنوع ما بين الرد المباشر، وهذا هو اعتيادي وقصف متبادل على الخط الأمامية، أيضا الرد على مستوى الإغارات، وربما هنالك يكون ردود أخرى على يعني الخروقات التي ترتكبها قوات النظام وروسيا. نعم، أنتقل إلى منير مصطفى في إدلب كذلك. سيد منير، يعني في حال كان هناك فعلا عملية تصعيد، لأنه نحن حتى الآن لا نعلم ما هي الخطة الروسية، تعزيزات من النظام في نقاط التماس وكذلك هذا القصف الروسي، قيل أنه يعني لا يوجد أي خطة لدى المعارضة ولا حتى لتركيا في هذه الفترة، كيف ستتعاملون مع الوضع في حال كان هناك تصعيد أكبر؟ هل سيكون هناك أي أماكن آمنة ينقل إليها الناس اللاجئين أو من هم على نقاط التماس والنقاط الخطرة؟ يعني هل من الممكن أن يكون هناك خطة استباقية منكم؟ نعم، في الحقيقة لا يوجد مكان آمن إذا أردنا أن نسميه آمن بشكل كامل. للأسف الطيران الحربي الروسي يطال كل المناطق في شمال غرب سوريا بكل الأماكن بدون أي استثناء. قصف المدفعية قد يطال العمق في المناطق خارج سيطرة النظام ويصل حتى إلى المناطق الحدودية. للأسف دائما المدنيين يبحثون عن المكان الأكثر أمانا، ولكن ليس مكان آمن بالكامل، يتجهون باتجاه الحدود السورية التركية التي تعتبر هي الأبعد عن نقاط التماس، التي تعتبر أكثر أمانا بسبب بعدها عن نقاط التماس المباشر مع قوات النظام. بالنسبة لفريق الدفاع المدني، في حال زاد نسبة التصعيد طبعا سيتوجه فورا باتجاه إطلاق طبعا شارة الإنذار والاستنفار لكافة أطقم الدفاع المدني، بحيث يزيد عدد المناوبين من 1 إلى 3، يعني يزيد 3 أضعاف، وهذا بالتالي يستطيع أن يستجيب لعدد من الضربات أكثر، يستطيع أن يستجيب إلى إسعاف مصابين بحجم أكبر. طبعا يملك الدفاع المدني أكثر من 120 سيارة إسعاف هي موجودة في موزعة في هذه المناطق، هذه السيارات كلها على أتم الجاهزية لتقديم المساعدة في حال تم تطور هذه الأحداث وتم تطوير هذا القصف في الأيام القادمة القليلة. بالنسبة لحركة النزوح أيضا يستطيع الدفاع المدني أن يساهم بشكل كبير بمساعدة أهلنا المدنيين بالتوجه إلى المناطق الحدودية من أجل البحث عن أماكن أكثر أمانا من نقاط التماس أو من النقاط القريبة من نقاط التماس أو نقاط خط النار خلينا نسميه. فلذلك يعني صراحة الدفاع المدني يبدي جاهزيته لأي تطورات، يبدي استعداده للاستجابة وفق أي تطورات ممكن أن تحصل، وهذا ونتمنى أن لا تحصل أي تطورات بحق قصف المدنيين، ولا تحصل أي تطورات لاستهداف الطيران الروسي كما حصل اليوم والبارحة ومنذ يومين بقصف مدنيين بشكل مباشر، قصف بنية تحتية، قصف منشآت استراتيجية في العمق المناطق المحررة. للأسف كما تحدث المراسلون موجة النزوح بدأت تظهر وبدأ الناس يتجهون باتجاه المناطق الحدودية. شكرا جزيلا لك منير مصطفى، نائب مدير الدفاع المدني للشؤون الإنسانية في إدلب، وأشكر شبكة مراسلينا منير الحاجي، إبراهيم الخطيب وأحمد أمين. شكرا لكم جميعا، وننتقل كذلك إلى هذه المادة، نتعرف إلى أبرز المواقع التي استهدفتها روسيا في شمال غرب سوريا مع الزميل جمال بشاش.
نعم مشاهدينا، يوم ثالث من التصعيد الروسي في شمال غرب سوريا. عشرات الغارات الروسية تضرب مناطق متفرقة من أرياف إدلب وحما وحلب واللاذقية. أعنف الغارات هي التي ضربت محيط مدينة إدلب وتسببت بسقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين. وسعت روسيا دائرة النار وضربت محيط مدينة جسر الشغور بالريف الغربي كما نلاحظ على الخريطة. كما طالت الضربات الروسية أيضا قرى في جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي كمنطقة البارة التي تعرضت لضربات مكثفة من قبل الطائرات الروسية. هذا القصف مشاهدينا طال أيضا كذلك قرية الحسينية والناجية في ريف إدلب، بينما تعرضت منطقة الكبينة لليوم الثالث على التوالي لغارات مكثفة من سلاح الجو الروسي من دون ورود أنباء عن حجم الخسائر البشرية هناك. كما نلاحظ مشاهدينا في هذه الخريطة، دائرة القصف الروسي تتوسع يوما بعد يوم لتشمل مناطق ذات كثافة سكانية عالية. أمام هذه الضربات التي طالت هذه المناطق، تقول غرفة عمليات الفتح المبين إنها ردت بقصف مواقع لقوات النظام السوري في أرياف إدلب وحلب. استمرار روسيا بالغارات على شمال غرب سوريا يطرح تساؤلات عن مواقف النظام السوري وأسباب التصعيد، ولا سيما في وقت تدفع إسرائيل بقوات إلى حدود سوريا. يلعب النظام السوري لعبة الخيارات، يفاوض، يساوم ويقرر، والقرار إغماض عين الجنوب حيث إسرائيل وترك أخرى مفتوحة على الشمال الذي يتصاعد منه الدخان والدم منذ 3 أيام إلى الآن. هذه سوريا كليا، حدودها البرية والبحرية، وكل تقريب إلى الداخل تتضح مشاهدها أكثر. هنا شماليها، وهذه قرى ضربت بعشرات الغارات الروسية على مدار أيام 3، وهذه قوات برية للنظام السوري على تخوم الجبهات مع فصائل المعارضة السورية، حيث الحديث عن معارك مرتقبة لكنها ليست سوى كلام متداول في الأسواق إلى الآن. الشمال هذا الذي كسر سكونه يشهد تصعيدا في منطقة تسمى خفض التصعيد، وكأنها انذارات باقتراب تغيير ما، أو رسائل يقول النظام نفسه إنها ردعية، لكن ما يحاك على حدودها البرية يبدو خلاف ذلك، فالفوضى الإقليمية تريد الأطراف كلها الحصول على كعكة منها. أمام لعبة الخيارات والمساومات والتفضيلات، هذا جنوبي سوريا الذي يشهد توغلا للقوات الإسرائيلية التي تقول مصادر تلفزيون سوريا إنه يحمل أبعادا قد تصل إلى العملية البرية. تقضم تل أبيب أراضي وتسحب روسيا النقاط أمام أي سيناريو قد يحدث في الجنوب، وتحول كل شيء إلى هناك حيث الخصم اللدود. أما النظام السوري الذي تتصدر أخبار الشمال صفحات إعلامه وتصريحات مسؤوليه، فيصر على النكران لما يدور على مقربة من العاصمة، بل إن ضابطا فيه قال لرويترز: لم نحرك أي قوات إلى الجنوب، حيث التوغل الإسرائيلي هي المساومة والتعطش للدم، وهي المفاضلة التي يجيدها الأسد. أدرجت الخزانة الأمريكية 3 أفراد من كبار قادة النظام السوري على قائمة العقوبات لتورطهم في إنتاج الكبتاجون والإتجار به. وقالت الخزانة الأمريكية إن العقوبات استهدفت تاجر المخدرات خلدون حمية والذي له علاقات بحزب الله والفرقة الرابعة في جيش النظام، مشيرة إلى أن حمية هو المسيطر على معامل الكبتاجون في منطقة السيدة زينب بريف دمشق، وعمل مع مسؤولي المعابر الحدودية على الحدود اللبنانية السورية لنقل الكبتاجون من لبنان إلى الأردن، كما أنه ساعد في إيصال عائدات الكبتاجون إلى مكتب ماهر الأسد شقيق بشار، كما أنه تبرع بما يقرب من 1,000,000 دولار لحزب الله.
وأضافت الخزانة الأمريكية أن العقوبات شملت عبد اللطيف حميدة رجل الأعمال البارز والمسؤول عن شحن هيبتاغون إلى أوروبا بقيمة تزيد على 1,500,000,000 دولار. كما شملت العقوبات أيضا راجف الحوض وهو زعيم عصابة تعمل مع مديرية المخابرات العسكرية السورية وحزب الله بحسب ما أفادت الخزانة الأمريكية. هذا وأشاد عضو الكونغرس الأمريكي فرانش بالعقوبات ضد حزب الله ونظام الأسد لدورهما في إنتاج وتهريب الكبتاغون. وقال هيل فرانش إن العقوبات التي فرضت على حزب الله ونظام الأسد تمت وفقا لقانون الكبتاغون الذي قدمه، مشيرا إلى أن فرض عقوبات محددة بشكل مباشر على مرتكبي الإتجار غير المشروع للكبتاغون أمر ضروري. ينضم إلينا مراسل تلفزيون سوريا في واشنطن شعبان عبود. مرحبا بك شعبان. ما هي تفاصيل إذن هذه العقوبات الجديدة بخصوص الكبتاغون والشخصيات التي فرضت عليها؟ نعم يا رامي، عفوا، مساء الخير. يعني في الحقيقة يعني الشيء اللافت ربما ببيان وزارة الخزانة الأمريكية هو حجم الأرقام. يعني عندما تتحدث وزارة الخزانة عن أن نائب رئيس غرفة صناعة حلب يعني أحد المدرجين على قائمة العقوبات عبد اللطيف حميدة يعني قام بتصدير ما قيمته مليار ونصف المليار دولار إلى أوروبا من المخدرات، هذا يعني يلقي الضوء على حجم المبالغ الطائلة التي تدخل إلى خزينة النظام، وحيث يعتمد بشكل أساسي على هذه التجارة. طبعا وزارة الخزانة قدرت يعني وصفت هذه التجارة بأنها أصبحت شبه مؤسسة غير رسمية تبلغ قيمتها نحو مليار دولار. بنفس الوقت يرى ربما السؤال الأهم هو يعني جدوى هذه العقوبات. يعني غالبا ما وزارة الخزانة تفرض عقوبات مثلا تجمد أصول المستهدفين بالعقوبات، بنفس الوقت تمنع مواطنين أمريكيين من التواصل معنا، لا تسمح لهم بدخول الأراضي الأمريكية. نحن نعلم جميعا أن هؤلاء الأشخاص، هؤلاء المعاقبين يعني بشكل عام لا يملكون أصولا أو حسابات بنكية في الولايات المتحدة، وبنفس الوقت ربما لا يكون لهم أي علاقات لا من قريب ولا من بعيد مع أفراد أمريكيين. لذلك يبقى السؤال، ما فئت هذه العقوبات؟ ما جدواها؟ وما قيمتها في التأثير أو كبح أو إيقاف يعني تجارة الكبتاغون؟ هذا هو السؤال الأساسي. ولا ننسى يعني أن يعني هناك دائما يعني حتى لو فرضت عقوبات على أشخاص محددين، هناك دائما ما يلجأ النظام وحزب الله ويعني شركائهم بالالتفاف على هذه العقوبات، بخلق واجهات جديدة، بخلق مسميات جديدة، وحتى يعني برفض هذه التجارة بأسماء جديدة، يعني بناشطين جدد يعملون في هذه التجارة. لكن كما ذكرنا ربما الأبرز هو حجم الأرقام المهولة الكبيرة. يعني شخص واحد مثل نائب رئيس غرفة صناعة حلب يقوم بتصدير ما قيمته مليار ونصف مليار دولار إلى أوروبا، يعني هذه أرقام كبيرة، وضررها بنفس الوقت لا يقتصر فقط على دول المنطقة، ليس على الأردن والشرق الأوسط والدول العربية، هناك أيضا أوروبا. يعني هل يكون هناك تنسيق بشكل عام شعبان بين مثلا الأردن وأمريكا بخصوص هذا الموضوع؟ يعني هل يحصل هناك أي تنسيق من أجل معرفة الداتا ربما للأسماء، من هم المتورطين في الطرف الآخر يعني الطرف الأردني؟ نعم يا هذا سؤال مهم. يعني وفي الحقيقة يجب أن يكون هناك تنسيق وتعاون، لأن قانون مكافحة الاتجار بالمخدرات أو الكبتاغون الذي أقره الكونغرس الأمريكي يتحدث عن تعاون أمريكي مع دول المنطقة من أجل مكافحة هذه التجارة، ليس ذلك فحسب. أيضا يتحدث عن دعم ومد هذه الدول المتضررة وخاصة دولة مثل الأردن بكل التقنيات والمعدات اللازمة
يعني لوجستية من أجل مكافحة هذه التجارة. لذلك موضوع تبادل المعلومات، تبادل الداتا، يعني من الطبيعي أن يكون قائما بين البلدين، ليس ذلك فحسب. يعني نحن نعلم أن هناك من يزود وزارة الخارجية الأمريكية والأجهزة الأمريكية، أجهزة الحكومة الفيدرالية من قبل بعض أعضاء المنظمات السورية الأمريكية. يعني إحدى المنظمات قدمت منذ يعني أشهر قائمة طويلة وعريضة تتضمن أسماء كثيرة وتفاصيل عن هذه التجارة زودت بها المسؤولين الأمريكيين. إذن هناك يعني جهود أمريكية وهناك علاقات على مستوى المؤسسات بين الدول الإقليمية، وحتى على وأيضا هناك علاقات مع الأفراد، وحتى على هناك علاقات بين يعني الخارجية الأمريكية، وكما ذكرنا مع منظمات أمريكية سورية تزودها بالمعلومات وكل التفاصيل المتعلقة بهذا. لذلك عندما تتخذ وزارة الخزانة مثل هذه العقوبات فهي يعني تكون على علم اليقين ومتيقنة من دقة هذه المعلومات وبعد تقاطعها مع معلومات كثيرة. يعني شكرا لك شعبان عبود مراسل تلفزيون سوريا في واشنطن. قال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف أن الجولة المقبلة من محادثات أستانا بشأن سوريا ستعقد قبل نهاية العام الحالي. ونقلت وكالة تاس الروسية عن بوغدانوف قوله إن اجتماع أستانا سيعقد بالتأكيد، مشيرا إلى تأجيل اجتماعات سابقة رغم وجود اتفاق مبدئي ومواعيد محددة بسبب التغيير في جداول الأعمال. كشفت صحيفة بوليتيكو أن رئيسة الوزراء الإيطالية تعتزم إثارة مسألة العلاقة مع دمشق خلال اجتماع زعماء الاتحاد الأوروبي يوم غد الخميس، وذلك لخلق الظروف اللازمة لإعادة اللاجئين إلى سوريا. هذا وقالت الصحيفة أن عودة اللاجئين السوريين من لبنان إلى بلادهم سرعت الخطوات الأوروبية للنظر باستراتيجية العلاقة مع سوريا. عدوى التطبيع مع الأسد تصل إلى الأعتاب الإيطالية في العمق الأوروبي في إطار ملف اللاجئين وتعجيل ترحيلهم إلى سوريا، وهذا يبدو نتاجا أوليا لتفوق الأحزاب اليمينية في الانتخابات الأوروبية الأخيرة. صحيفة بوليتيكو نقلت عن دبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي أن رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني تعتزم إثارة مسألة العلاقة مع النظام السوري خلال اجتماع زعماء الاتحاد الأوروبي يوم غد الخميس، بعد أن ألقت كلمتها أمام مجلس الشيوخ بشأن ضرورة مراجعة استراتيجية الاتحاد الأوروبي بخصوص سوريا لخلق الظروف اللازمة لعودة اللاجئين السوريين. ويبدو أنها تسعى لفك القطيعة الأوروبية التي بدأت في عام 2011 منذ ارتكاب نظام الأسد المجازرة بحق السوريين. حملة رئيسة الوزراء الإيطالية تأتي ضمن إطار منسق مع دول أخرى بعضها يضم أحزابا يمينية متطرفة كالتجمع الوطني بفرنسا والبديل بألمانيا، وأخرى من التوجه ذاته ولكن داعمة لحكوماتها كالنمسا والمجر بحسب ما نقلته بلوتيكو، والتي أشارت إلى أن تلك الأصوات ارتفعت بعد زيادة دعمها الشعبي وتغلبها على الأحزاب الحاكمة مؤخرا. نية بعض الدول الأوروبية وظهورها بشكل علني أكثر من السابق ترجعه الصحيفة للمتغيرات بالحرب في لبنان والنزوح 200 ألف سوري ولبناني، مشيرة إلى أن ذلك شكل دفعا إضافيا نحو الترحيل. وسبق كل هذه النيات تحركات فردية واسعة النطاق كتصريحات رئيس الوزراء البولندي بأن بلاده ستعلق حقوق اللجوء للمهاجرين القادمين، وهذا ما واجهته المفوضية بانتقاد واضحة، وأغلاق المستشار الألماني حدود بلاده مع الجيران الأوروبيين عقب حادثة الطعن، وأخرى لرئيس الوزراء الفرنسي الذي طالب بمراجعة قواعد الاتحاد الأوروبي لتسريع عمليات الطرد.
الحراك الجديد سبقه آخر قبل مدة تمثل بدعوة 7 دول تترأسهم إيطاليا للاتحاد الأوروبي لمراجعة استراتيجيته تجاه سوريا، وهو أمر نفته الدول الكبار في الاتحاد الأوروبي. فما الذي سيقرره الاتحاد يوم غد؟ مستمرون معكم مشاهدينا في هذه التغطية المستمرة للقصف الروسي على إدلب، وألقاكم على رأس الساعة.